استأجرنا هون من أجل التطوع بهذا الطريق اللي مهمة بالنسبة للمدينة، يعني تفك عنها العزلة اللي ترتبط بعض بين العيون، العيون مجموعة المواد مقسمة ومخفضة مستوى المستوى اللي يقع الوقت، وتدريبها يحتاج إلى من فيها يرفعون 65 كيلو قدمها توسع السيارات اللي ينقلوا الوظائف، السيارات اللي ينقلوا الاشخاص تجاوب معها عدة سنتين هو يمشوا يشوفوا المرحلة، السيارات اللي ينقلوا البضائع اياك يقدر البضائع يوصلوا تصير مخفضة، وهذا نحن متيقنين على انها رواية جدا صح، من اللي شفنا على ان نقدم له الصعاب صعاب هنين ان شاء الله يجوا معها السيارات كبارات شويش ان شاء الله للمدينه يضر بها النفع. عمل تطوعي كان السعر اعلى الوتات اللي زاد هي لها دور كبير على الطريق الاخر اللي رابطه بين تشيت طريق صعبه حتى ودورها معنا ما بشكل كبير على الطريق الاخر اللي نصدر شروط اقتصادنا تفاهم ومرسال ولك اساس